السلام عليكم يا حلوين. النمايه النهارده هتكون عن الفنان الكبير عادل امام. كلنا طبعا لاحظنا ان الفنان الكبير عادل امام ما حضرش فرح بنت اخوه، وده على غير العاده وطبيعه الفنان عادل امام اصلا. بس يا ترى ليه السبب وايه اللي خلاه ما يحضرش الفرح؟ الناس كلها استغربت ازاي الفنان عادل امام ما يروحش فرح بنت اخوه وهو اصلا مجامل. مع الاغراب ما بالك بقى مع بنت اخوه. لكن الحقيقه ان الفنان عادل امام بيخاف جدا على صحته وعنده وسواس من المرض والموت، وخصوصا بقى ان عادل امام كبر في السن وعلى طول بيطلع عليه اشاعات انه مات، وهو بنفسه بيطلع يكذب الخبر ده. الناس بقى بدات تسال ليه ابن عادل امام كمان محمد ما جاش هو كمان الفرح، وبدات التساؤلات تكتر على السوشيال ميديا. طبعا احنا عارفين يعني ايه السوشيال ميديا. ويا ترى بقى ايه هو السر اللي خلى الفنان عادل امام ما يحضرش فرح بنت اخوه؟ ما هو ما طلعش سر ولا حاجه، هو كل الموضوع ان الفنان عادل امام بيعاني من نقص مناعه جدا، وطبعا خاف على نفسه بسبب ان الكورونا منتشره، فخاف ان الكورونا تنتشر في القاعه المقفوله بين المعازيم وتجيله، وفعلا اعتذر لاخوه عصام اللي اتفهم الامر. طب كده بقى احنا عرفنا سبب عدم حضور عادل امام. طب يا ترى ايه سبب عدم حضور ابنه محمد؟ طلع ان الموضوع ان محمد مجاش الفرح عشان مشغول في شغله وفي التنقلات والسفر اللي مرتبطة بفيلمه الجديد اللي نازل في العيد عمهم. الفنان عادل امام ربنا يطول في عمره عارف انه مش هيستحمل الكورونا، ومن ساعتها وهو عازل نفسه بعيد عن الناس خوف من الكورونا. لو عجبتكم النماية دي ما تنسوش تدعموني بلايك حلوين.